بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احبائي اهلا بيكم. الفترة دي بيوصل لنا كتير رسائل من النوع اللي بتقول يا ابونا انا يئست، انا خلاص مفيش مني اي فايدة، انا زهقت من الخطية ومن كتر سكوتي فيها، مفيش فايدة مني ولا من صلاتي ولا من اي عمل روحي او مارس روحية او قانون روحي بقوم بيه. والحقيقة حبايبي دي حرب شرسة جدا من الشيطان موجهة ضد الشباب عموما في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. لكن يا أولادي الغاليين وبناتي المحبوبين خلوا بالكم من قاعدة مهمة جدا، طول ما أنا بتنفس يبقى لي رجاء، طول ما أنا بتنفس يبقى لي رجاء. تعالوا في الأول نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، ليه الشيطان بيسعى بكل اجتهاد إن يقنعنا إننا المفروض نيأس ونسيب جهادنا الروحي ونبطل صلاة ونبطل كون روحي ونستسلم الخطية؟ عارفين ليه يا حبايبي؟ لأنه خايف إننا في أي وقت نقوم ونتمسك بالصلاة ونتمسك بالرجاء مهما سقطنا فنخلص. وده معناه ان لو ما سمعناش كلام ابليس وما اقتنعناش بخبصه وضلاله هنخلص. طب ليه بقى نسمع كلامه واحنا عارفين انه كذاب؟ زي ما ربنا يسوع المسيح له كل المجد قال عنه ذاك كان قطالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لان ليس فيه حق، ما تتكلم بالكذب فانما تكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب. يبقى لازم يا حبايب الغاليين نرفض كلام ابليس السلبي المليان كذب وضلال اللي هدفه تحطمنا وهلكنا ونكمل في جهادنا الروحي وما نستسلمش ابدا ابدا ابدا. ممكن تقول لي يا ابونا انا عارف ان الشيطان كده بس انا برضو بقع كتير، بقع كل يوم في نفس الخطيه، خطيه النجاسه يا ابونا تحديدا مخلاني مكسور ومذلول قدام نفسي، ده غير الشتايم والحلفان والكذب والنميمه وحاجات تانية كتير. ففعلا يا ابونا انا مفيش مني فايده. شوف يا ابني الغالي ويا بنتي المحبوبه، ينفع جيش يدخل حرب من غير ما يكون عارف قوانين الحرب وظروفها؟ من غير ما يكون عارف هيحارب مين وهيحاربوا ليه؟ من غير ما يكون متوقع اللي هيحصل في الحرب وجاهز لمواجهه؟ طبعا لا، ما ينفعش. احنا كمان في حرب ضد ابليس وكل قوى الشر والظلمه، فلازم نكون عارفين طبيعه الحرب وقواعدها علشان نكسب الحرب دي. والنهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن 5 قواعد اساسيه في حربنا ضد ابليس. القاعده الأولى، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب لأن الحرب للرب. فالحرب اللي احنا فيها دي مش بتاعتنا، احنا مش طرف في الحرب دي وبنحارب بنفسنا ولا لنفسنا، لا ابدا. احنا كبشر طبيعتنا اضعف جدا من طبيعه الشيطان اللي ما عندوش جسد ضعيف زينا، فهو طبيعته كروح اقوى بكتير من طبيعتنا كجسد، فلو بنحاربه بقوتنا كان زمانه دمرنا. لكن يا حبايبي لان الحرب للرب فربنا هو اللي بيحارب عننا، احنا بنحارب بقوه الله الساكن فينا، عشان كده احنا بالمسيح اقوى من كل جيوشه. فالكتاب المقدس بيقول أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. القاعدة الثانية حبايبي هنلاقيها في سفر أرميا إصحاح 31 عدد 3، محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. والقاعدة دي تملانا رجاء ما ينتهيش أبدا، لأن ربنا غير محدود، هو بحبته واحد أنه يحبنا محبة أبدية. أبدية يعني محبة ما ينتهيش أبدا، عشان كده بيقولك يا حبيبي هفضل أقدم ليك رحمة كل يوم كل يوم والأبد. ده معنى عبارة أدمت لك الرحمة، يعني بيقول رحمتي ليك دايما يا حبيبي. ولو تأملنا كمان في العبارة دي فممكن نسأل ونقول هو مين اللي بيحتاج رحمة؟ أكيد اللي عمل حاجة غلط. طب ليه ربنا بيقول هخلي رحمتي ليك دايما؟ يبقى أكيد ده معناه إن ربنا بيقول كل ما تغلط يا حبيبي وتطلب الرحمة هفضل أغفر لك وأقدم لك رحمة للأبد. يا قد إيه ربنا حاسبه حلو وحنين جدا، فبيوعدنا بالغفران والرحمة من خطايانا بشكل ابدي، بشكل مستمر، بشكل ما بينتهيش ابدا. طب طالما الموضوع كده ليه بقى ممكن نسمع كلام الشيطان الكذاب اللي بيحاول يقنعنا اننا مفيش فايده فينا، مفيش فايده من جهاتنا او من صلاتنا؟ نيجي نوصل للقاعده الثالثه، هنلاقيها في امثال 24 عدد 16، الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فحربنا ضد ابليس ناخد بالنا من طبيعتنا، فالشيطان يا حبايبي الغاليين بيحاول يشوه صورتنا في عيوننا عشان يصيبنا صغر النفس ونيأس ونتهز منه، فيقول لنا انتم انجاز، انتم خطاه، انتم اشرار. وهنا بقى لازم نقول في وشه القبيح لا،
احنا مش انجاز ولا اشرار ولا خطاه، مش دي طبيعتنا. احنا طبيعتنا الحقيقيه اننا اولاد الله بالمعموديه وهياكل الروح القدس، فاحنا طبيعتنا الحقيقيه اننا قدسين. ايوه بنقع في الخطيه، لكن ده مش معناه اننا مش قدسين. فالوحي الالهي بيقول الصديق يسقط 7 مرات ويكوب، فعلى الرغم من انه يسقط عدد كبير الا انه اسمه صديق يعني قديس. وزي ما قلنا قبل كده يا حبايبي، لو في دكتور مش معاه فلوس يفتح عياده او لسه مش لاقي وظيفه مستشفى كطبيب، هل كده معناها انه مش دكتور؟ خالص يا حبايبي، هو دكتور وهيفضل دكتور، بس هو متعسر شويه في الشغل، مش لاقي فرصه. دي المشكله الوحيده. احنا كمان نفس القصه، بنقع في الخطيه يعني متعسرين في الطريق الروحي، بنتغلب من الخطيه حاليا، لكن ده مش معناه ابدا اننا مش اولاد الله، ومش معناه اننا مش هياكل روح القدوس، وبالتالي مش معناه اننا مش قديسين خالص. احنا هنفضل قديسين. ودي توصلنا للقاعده الرابعه وهنلاقيها في رساله بولس الرسول قال لعبرانيين اصحاح 12 عدد 4، حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه، يعني ما نستسلمش ابدا 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 للخطيه، او نيأس ونسيب صلاتنا ونسيب جهادنا الروحي. فالشيطان مش عاوز مننا الا كده، عاوزنا نيأس من الخلاص ونقول الخلاص بعيد عننا ومش ممكن ابدا نطوله. انما القديس بولس الرسول بيقول لنا جاهدوا حتى الموت ضد الخطيه. وخليكم واثقين يا حبايبي ان ربنا يسوع مش ممكن ينسى ابدا كل نقطه عرق في طريق جهدنا في محبته. فالقديس بولس بيأكد على الكلام ده في رسالته لأهل عبرانيين وبيقول لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. القاعدة الخامسة في أعمال 1:7، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. يعني يا ابن الغالي وبنت المحبوبة، بلاش نسأل ونقول إمتى هتحرر من الخطية، بكرة بعد أسبوع بعد شهر، الوقت طول خلاص أنا تعبت. أقول لكم حاجة يا حبايبي، إحنا مش هدفنا نتحرر من الخطية، صدقوني مش ده هدفنا أبدا. إحنا مش بنجاهد في الطريق الروحي علشان نتحرر ونبقى كويسين ومحترمين ابدا، احنا هدفنا محبه ربنا يسوع المسيح له كل المجد، فبنجاهد علشان نعيش مع ربنا يسوع، فبنقع ونقوم بسرعه، نقدم توبه وناخد غفران كامل ونستمر في الجهاد من تاني. مش مهم بقى هنتحرر امتى، المهم اننا عايشين علاقه حب مستمر مع ربنا يسوع المسيح، وهو في الوقت المناسب هيحررنا من خطيتنا. دول يا حبايبي 5 قواعد في الحرب الروحيه، لازم نكون عارفينهم كويس جدا، وصدقوني لو ادركناهم كويس مش ممكن ابدا نيأس او نحس اننا فقدنا رجاء الابدية السعيدة مع ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لو عندكم سؤال ابعتولنا على الايميل او واتساب او كومنت في اليوتيوب. ربنا يحافظ عليكم ويفرح قلوبكم ويثبتكم في اسم القدوس. اشوفكم المرة الجاية، ربنا معاكم.